عنا الناس الكل باش نرجعوا من بعد باش يبعثنا حاتم جاسبر من قسم الرياضه بالطبيعه باش يعطينا الكواليس نتاع مباراه البارح، شنو اللي صار في علاقه بالجمهور، شنو اللي صار في علاقه بالامن، مشكله التذاكر، ايضا باش نطمنوا على صحه المشجع التونسي كيف كيف، زايده برشا تفاصيل اقعدوا معنا باش نعرفوا مع حاتم جاسبر من بعد شويه. خليكم معنا ما تو باش نمشيو لعالم التكنولوجيا باش نمشيو لفقره ديتيك مع محمود. ديتيك نبدا ديتيك بسؤال تفضل. سؤال وجودي توا كي بلاد تبدا صغيره، انا مهزك ما حنيتش عيني وجودي بالعكس فايق هذا الحركه المخ. توا كي بلاد تبدا صغيره ومتوقع من بلاد كبيره كبير في اي لحظه انه تصدم عليها تحتلها وتسيطر عليها وجيشها ينتشر في كل مترو، ما على شنو تخاف؟ مثلا فما بلدان يخافوا نتصور على مخزون الذهب نتاعهم، فما بلدان مثلا يخافوا على البترول نتاعهم ولا غاز، فما بلدان يخافوا على الاثار نتاعهم. ما يخافوش على شعبهم ليه؟ ما حد ما يخاف على شعبه في الاخر، خاطر في الحاله هذيك يولي هو بيدو البلاد. هذاك اللي راهو تاريخ الشعوب هذاك شنو يقول. كل بلاد وشنو عندها في الخزنه وعلى شنو تخاف؟ فما ينجموا تكون البلاد تخاف على شعبها بالاخص كي يبدا فيه كفاءات ولا علماء كل واحد العراق وقت اللي صار للعراق اثار العراق واحد صار فيها برشا. تايوان مثلا اللي هي جزيره خارجه من الاراضي الصينيه اما تحكم في روحها من 1949 كي الشيوعيه سيطرت في الصين، جوست باش نلخص باش نبداو فاهمين الموضوع. ملي الشيوعيه سيطرت على الصين العباد اللي ماهمش شيوعيين مشاو للجزيره هذيا وقعدوا يحكموا في رواحهم، تبقينا لليوم هي تريتوار تابع الصين اما الحكم بلوز او موان مستقل. من هنا هاو كنفسروا ديريكت علاش تايوان عندها علاقات باهيه مع امريكا اللي هي راسماليه وضد الشيوعيه وكيكا وما الى ذلك. وانت ماشي الناس معناها كما قلت لي ماهمش شيوعيين غاديكا والحكم محلي وعلاقاتهم وحدهم وادارتهم وحدهم بوليسيتهم وحدهم وكل شيء. في المده هذيا الصين عملت تو تقول لي ديتيك وتحكي على الحرب واحد. في المده هذه في ثلاث ايام اللي فاتوا الصين عملت مناورات عسكريه بالذخيره الحيه بالبابر والطيارات العسكريه وكل شيء، تقولش عليها خطه باش تحتل تايوان تسترجعها. دونك تايوان كبلاد عندها فلوس وشعب واللي نحبوا عليه نحن، شنو اول حاجه قالتها بعد المناورات هذوما؟ بالحق معناها شوف العالم كيفاه، تايوان قالت اللي هي في اي لحظه حتى كان ما عندهاش عباد في المصانع تنجم توقف البرودكسيون نتاع لي بروسيسور واشباه المواصلات الكل. باش نفهمكم التصويره كيفاش، تايوان هي مصدر اكثر من 80% من الرقائق الالكترونيه واشباه المواصلات في العالم. معناها شنو من الرقائق الالكترونيه واشباه المواصلات في العالم؟ هذوما لي بروسيسور اللي في التليفونات نتاع ابل ونتاع ماكينات جوجل ونتاع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي تتصوروا انت في تايوان. كله في تايوان. واو. كله. شركة تي اس ام سي هذيا براتيكمون شادة العالم، قاتلوش في الكلمة، شادة العالم من لاغاليغو، شادة العالم من خناخشو في أمور تيك وكل شيء، وأمريكا عندها سنين قاعدة تجري على قدم وساق باش تعمل مصنع يوصلش في الكبر وفي التيك وفي القدرات نتاع المصانع نتاع تي اس ام سي الموجوده في تايوان، باش كان الصين احتلت تايوان ووقفت البرودكسيون ما يقفش العالم تكنولوجيا. وكي نقول لكم العالم يقف تكنولوجيا يقف تكنولوجيا، خمو بركه اللي الصين باللي تصنع فيه واللي تعمل فيه كل شيء ما عندهاش القدره لا التقنيه ولا الكميه باش تصنع البروسيسور. خاطرهم انفستيو في التكنولوجيا هذه من الاول. انا اللي يسبق ديجا هو ياخذ من الاول مصورين وفما برشا تقنيات بالحق راهو عليهم عسه كبيره عسكريه باش ما يعرفهم حتى حد كيفاش ينجموا يخلطوا يصنعوا كل بروسيسور عفيف راهو صغير صغير معناها مليمترات ويتحط في كل ماكينه وفي كل حاجه سيرتو لي بروس جدد هذوما نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال. تايوان اعلنت اللي التصنيع نتاع الرقائق الذكيه هذايا ينجم يتعطل عن بعد وينجموا يتحكموا في الماكينات عن بعد في صورة ما الصين زدمت على تايوان، وفي نفس الوقت أمريكا كما قلت لكم قاعدة تحاول تعمل مصنع بنفس المستوى هذا، مع العلم اللي الصين أصلا كان باش تحتل تايوان راهو على خاطر التكنولوجيا لا على خاطر الرأسمالية والشيوعية وكل شيء. أصلا الصين توا ما عادش تسمى شيوعية. ونذكروا زادة اللي الجيش الصيني كما الفيديو اللي بعثته العفاف البارح، الجيش الصيني أكثر جيش في العالم عنده روبوات. مالا روبو روبوات مسلحين أنواع وأشكال، حتى حد ما يعرف شنو فما حقيقة من روبوات المسلحين عند الصين.
هذاك الفيديو اللي بعثته لك عفاف البارح هو روبو يشبه الكلب وفوقه متريات اوتوماتيك فولي اوتوماتيك تنجم تخرج درا قداش من طلقه في الثانيه وحباره. تصور انت هذا روبو من روبوات اللي بالعاني الجيش الصيني خرجها باش تشوفوا الحرب التكنولوجيه الحقيقيه اللي باش تصير وان شاء الله نخلطوا في التيك ان شاء الله نخلطوا شويه في التيك. ميرسي بوكو كانت هذه دي تيك.